ما بين مصالح الشرطة التي تحتضن وهذه المرة أمن ولاية تيسمسيرت. مثل هذه التظاهرات جاءت من منظور يتماشى والسياسة المنتهجة من طرف قيادة المديرية العامة للأمن الوطني لترقية مختلف الرياضات في وحدات الشرطة. لا أريد أن أفوت هذه الفرصة لأذكركم بمبادئ المنافسة النزيهة وسمو الأخلاق الرياضية التي أكيد ستكون ترجمتها في الميدان بضمان أمن وسلامة إخواننا المواطنين في شخصهم وممتلكاتهم، معزين بذلك الثقة والولاء لمؤسسة خاصة والوطن عامة. أجدد ترحيبي وشكري لكل ضيوفنا الكرام وعلى رأسهم السيد ولي الولاية على تلبية الدعوة ومشاركة للكرة الحديدية بأم ولاية تيسمسيرت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضابط الشرطة رئيسي بيا جمال، رئيس وفد أم ولاية تيسمسيرت. ضابط رئيسي بغداد إبراهيم، رئيس وفد أم ولاية بيا. ضابط الشرطة شعبان قدر، رئيس وفد أم ولاية سعيد. تتشرف مصالح أمن ولاية تيسمسيرت باحتضانها البطولة الجهوية للكرة الحديدية ما بين مصالح الشرطة للناحية الغربية وهران للموسم الرياضي 2023-2024 خلال 3 و4 من جونفي 2024، والمنظمة بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية وهران، أين تعرف مشاركة 75 رياضي يمثلون 12 أمن ولاية للناحية الغربية سيتنافسون للظفر بالمراتب الأولى المؤهلة للبطولة الوطنية بذات الاختصاص. التشريفات التي تحصلنا عليها فمرتبة 2020 بطل جهوي وبطل وطني، أما بالنسبة لـ 2023 موسم رياضي 2022 بطل جهوي وبطل وثاني مرتبة ثانية بطولة وطنية. بصفتي ممثل أمن ولاية العامة نشكر مصالح أمن ولاية تيسمسيرت على حسن الاستضافة، ونتمنى هذه الكرة الحديدية تطور في صفوف الأمن الوطني. شكرا الموصول لكل المنظمين وكل المشاركين. ما يخفالكش هذه الرياضة هي رياضة ثقافة صداقة وأخوة إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.